هلو هلو ومرحبا الساعة في مدرستنا العجيبة، مدرسة خليل جيمنج كي جي ان تي. مش كي جي مال اليهال، غرفة اطفال، لا لا لا، يعني شوي اكثر من هذا، بل اكثر بكثير. سكول هيلث، خلنا بنا عيادة مرة، حار بحار، شو رايكم؟ والله عيادة تكون ورا مكتب المدير، شو رايكم؟ ولا داخل مدرسة؟ غلط، احسن حتى ما كانت مدرسة داخل بصراحة، يعني أحس لا، صعب، يعني صعب 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 جدا. أبا أكبر شوي المدرسة، بس شو أبا أسوي الحين؟ أبا أزيد المساحات شوي، أبا أزيد، بس أبا أسوي عيادة عودة، لأن ناوي على مدرسة أكبرها بشكل طيب. ترى هذا عادي، ها شكلي بسوي ممر، وهذا مكان حق غرف الموظفين. ترى هاي اللي قاعدين في السفلونش، العمال طلع لهم مكان. اوكي، انا كنت ادور، تذكرون ابني دار هني، دار هني، دار هني، نسكر هذا المكان ونهدم هاي الجدران، زين بهدم دار واحد مو مشكلة، وهذا بسويه ممر رسميا، ممر، بدي اسوي هذا ممر، اذا احتجت مساحة هذا بيكون ممر خلاص. انا هذا شله، زين هذا شله، هذا يكون ممر لبرا، اوكي خرج سمعة، وهذه مساحة زيادة للموظفين اذا بغيت ابني اي شيء ثاني جديد. الحين هم شو محتاجين؟ اوبجكتس كلينك، زين محتاجين كلينك بد، وايدين احس انه بيمرضون، مدرسة كترة، زين بنحطي غرفة مال، هذه مال الأدوية. ده شو مهني حيوانات، شي بوابة ترى حق المدرسة، زين خلي عندهم كراسي انتظار. خاف يا مرضو كل هاي، خلاص ما تملي حد من بيتم، بيتم حد يا جماعة. اوكي مش وايدين يروحون غرفة الكمبيوترات نفس اللي يروحون الكومن اريا، فالحكمة من الكومن اريا بكبرها الحين شو نسوي؟ هابلا حط علامة كاكاو، تشوف في ناس مشكلتي عنا، زين نبا غرفة هني الديتنشن مالهم زون، انا رأيكم فيهم. قال لي اسوي ديتنشن، بس كيف اسوي ديتنشن؟ لحظة خلنا نسوي لنا بيلد بريك وول عود، زين ناخذ من نفس المساحة 10 10، اوكي في حبة زيادة مو مشكلة، زين بنسوي منه هذا ممر قدامه، ممر صغير لانه داخل المدارس، ممر داخلي، نسوي دمرش حق هايل، ونسوي هالمنطقة زون تو كلاس روم، أي شي فرش فرش زون، زين نسوي بيلد دورز، نحط له باب المكان هذا داخل الممر، زين ما بحط له باب، نقول العيادة أبو باب عود، لأن عيادة شود بي بيب، وما يرموا يدخلون طبعا، لأن أنا مسوي إدارة مش حاط بيبان، فتلعوزوا الجماعة شوي. هذا أبوي، تشيك بورد تشير اللي هو المعتاد مال كلاس روم، أوكي كلاس روم، نبى تشيك بورد، نبى أوفيس طبعا، نبى تشير، من بس ما نبى شو، نبى هني لان هاي غرفة عقابية، وانتم كم واحد يعاقبون؟ يعني 1 2 3 4 5 6 12 24، يعني اصلا اذا نص المدرسة معاقبين خلاص بند المدرسة احسن، وش سالفة المعاقبة يعني؟ سلامات، زين نسوي هني
زين الحين بيبدون يبنون الكافتيريا. لحظة بتدو لست انا شو عندي ستاف تويلت ما سويت انا ولا اني اقدر اسوي ستاف تويلت سويت زونز اول ستاف لونش فيميل تويلت تويلت ستاف هني سوي له عندنا زون حلو بعد يعني اوريدي جاهز اول بريك وول حبه ونسوي دور هني صغيرون ونسوي بلد كاربت بلو anything for stuff with the blue قلنا صح بس هذا الله يعزكم حمام يعني لازم باثروم تايلز هني حبه وعندنا بنسوي اوبجكتس تويلت وتويلت بعد ما ظني في ستاف تويلت اظنهم يسوونها نفس ما الاهالي يسوونها ما تفرق حطي لهم هذا حطي لهم هذا اللي مو فاهم قضية اليومكم ونحط له سطح حمامات الله يعزكم هني حطي لهم غسلة زيادة تعمل مشكلة حاجة غسل ايده بعد يعني تعرفون ما داعي اقول لكم يعني فلازم نحط قانون غسيل اليد ان لم تغسل يدك هناك خصم يوم من الراتب يا الهي والله صدقوني بيشتغلون بخاطرهم زين الحين شو باقي اكسس تو يبالي 10 على الخلا ستنشر زين المهم عندنا صف زياده وعندنا 6 مدرسين على الاغلب بيستغل الصف وهذا ادري بما سونس ادمن اشو ناقصنا ليش ما يبوا له كراسي وهذا ليش كملوا هذا قبل هذا اصلا مش منطقي شوف الطلاب شو اخبارهم ويت اها ديتنشن إذا سويت ستوب دقيت كليك على الكلاس روم توه لحظة كيف توه دقيت كنت داق زونز إدت زون ما اعرف كيف سويته ما اعرف صراحة ما اعرف كيف سويته بس انه برجع لعقب مو مشكلة مو مشكلة براون نبا اسكت من التلفون اه مش وقتك شو كنا نبا ستاف تويلت استوى عندهم حمام استوى عندهم مطعم بس اظني يبالهم طباخين اكثر لها ستاف كوك واحد اثنين لان الكوكس اللي عندنا ما ظني يكفون احنا شو الانكم مالنا الانكم اوتش الاكسبنس اكثر على الانكم بس مين باكلها دام عندي فلوس ويت ويت دام عندي فلوس كنسل هذا يس ويت 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 دام عندي فلوس دام عندي فلوس خلنا نحط لنا لان الحين عندي اظني انا ممكن استوعب كلاسين زياده بنفس الطريقه وشو بسوي بسوي بيلد بركول هاي كم 9 شوي صغير ترى بس اذا بسوي بالطريقة هاي هاي كلاس رومز المظلومين شكله كلاس روم كلاس روم اوكي نحطي له بيبان باب في الزاوية باب في الزاوية باب في الزاوية اني بيدار هني نسويه سوي دمرش حق هالباب وحق هالدار
نجيب فلورز نحط براون كاربت اول ذا وي اراوند كل مكان نسوي هذا الشغل. قلنا اي لون حق الطلاب نسويه؟ اي لون؟ هم ما عندهم لون. لحظة بلد نسوي لهم ارضية حق الطلاب كلها اصفر ناحية كانوا هي. بس هذا مش اصفر، اصفر اصفر. الكلاسات الجديدة شوي تستهلك مساحة اقل، بس احنا اصلا ما نحتاج المساحة اصلا، احنا مستهلكين تعرفون تو شي، يعني المساحة اصلا ان احنا نحطيها فوق نحتاج بوايد. وبزيد اتشاور ازيد عدد الطلاب في الصف، بس احس ما يسوى. فريشمان هذا ما بنحط سينيورز وايد، اوكي بنحط لهم اوبجكتس كلاس رومز. هذا أربعة في أربعة 16 16 32 تقريبا، يعني وايد مو شوي. حطيه هني مدرس مدرسين، بس شو بركز، شو نوع التدريس اللي بركز عليه مش متأكد صراحة. أربعة الله أربعة ورنجر funds are too low، ما عندي فلوس، ما اقدر اخذ قرض سلفية شيء، ما عندي فلوس الحين اسوي اي شيء ترى. فاتح مدرسة وقاعد اخسر فلوس، مع ان التعليم مفروض ازيد الطلاب يكون انكم قوي بعدين افكر في ثلاث ديكور اللي سويته. انهم مستمتعين اكثر من لازم، هاي على حسابي انا حرفيا. تبع لهم ما عندي شيء مسوينه، عندي ست مدرسين معناها الصف في صفين على طول بينفتحون بس افرشهم ترى. والصف الواحد ممكن يبدا 2000 3000 انكم زياده تقريبا اظني، ايه 3000 3000 شوي زياده بيبدي. تعرفون شو بسوي دام السالفه؟ لحظه دام السالفه هني بالطريقه هاي موضوع فلوس، بنزيد استيعابية منه الكلاسات اللي عندنا نفسها. شوفوا اخ ما في فلوس، بنزيد عدد الطلاب نفسهم لين باكر اللي يبنونه يبنونه زين والله، لو يبنونه هني بعد زين اساس شوي يزيد الانكم مالنا. بنزيد استيعاب كل الكلاسات، انا ما اعرف اذا طلاب اكثر بيستوعب الكانتين هذا ولا لا، بس الاكيد المكتبه لازم نوسعها شيء كده. your score run out of money ذاكر local government extended 10,000، اعطوني 10,000 لحسن الحظ، يعني يقول لك الحكومه اعطتك 10,000 زياده. يلا الله يخليهم ما قصروا الجماعة. طيبة خلنا نسوي ونزيد الكراسي في الكلاسات ونزيد عدد الطلاب، لازم بزيد طلاب ما عندي حل ثاني. زين نزيد طلاب هني اوريدي انا ساكتنهم. زاد اجرام ها عدد، ما اعرف المدرس كيف يسيطر عليهم، ما اعرف كيف الكافتيريا بتتحمل، ما اعرف كيف ولا اي شيء كيف بيستوي، لا تسالوني ما اعرف. بس عندي صف زياده بيفتح، عندي مجموعه طلاب طيبه بيون زياده، عندي مدرسين حقهم بعد، وهذا سبب واحد من اسباب خسارتي ترى على فكره، يعني انا قاعد اصرف وقياسي تعبان في الصرف بالضبط. مشكلة حد محصل مكان، فشو يباله؟ ويت عندي 10,000، خليني حكيم لحظة. 10,000 بلد
كلاس رومز، محتاجين طلاب يدخلون علينا فلوس قبل لا اتفلسف واجيب العيد. اوكي، عارف الشغلة الخايسة من الفلسفة هاي. 4. اوكي، في 4، 4، في 5 بعد، ها ولا زال. هذا أطول شوي من الباقين أحسن، لأنه مع الحمام يبدأ الله يعزكم. عندنا مدرس واحد يمكن ينقصنا، احنا عندنا 6 مدرسين لا تنسون. فيكون عندنا مدرس شغال 24/7 مسكين، لو المدرسة شغالة هم شغالين. بس بتشوف هل هذا العدد من الكلاسات راح ينقذني ولا ما راح ينقذني. بس لا وايد زين، بس العمال مالي منتهين ترى، العمال مالي وضعهم منتهي، ما اعرف كيف جانيترز كيف هاي اللي بيتصرفون، ويكون كله يعني صعب جدا. كومن اريا بنزيتهم شوي كراسي، اوكي، لان وايد استعمال على الكومن اريا، وبكبرها بكبرها بس يستوي عندنا شوي فلوس. بخلي الكومن اريا وبخليها مفتوحه فيها بيبان على كل شيء. بس الحلو انهم يرفعون زر لرنينج لو، اعرف انا شو ناقص انت تشيك بورد، سيروا هاتوا لي تشيك بورد، خلينا نفتح كلاس باكر، بني مدرسين زياده. بس ان شاء الله اذا فتح لنا كلاس زياده خلهم يبنون هاي البس الاول اللي هو الكراسي الزياده حق الطلاب الزياده، اكيد بيجون الطلاب زياده اكيد ان شاء الله يعني. بس تري اللي مباشر نحن على وشك ان نفلس ترى، على وشك ان خلاص مدرستنا هاي تدمر. عندي 6 مدرسين صح؟ يب، 1 2 3 4 5 6، كلهم كل حد يدرس شيء ترى. اوكي، ابى اليوم يطوف بس على خير. في عندهم حمامات، في عندهم كذا، في عندهم ذاك، في عندهم شو اللي ممكن ناقصنا؟ الاكل بس، هم عندهم مشكلة بس في الاكل حاليا. ما بنحكي نحن في الاكل، بس الحين ما عندنا فلوس نتصرف في اي شيء تقريبا. بس يمكن نسوي كانتين ثاني هني. 1 2 3 4 5 6 مدرسين. يبالنا، ما عندي فلوس الحين اجيب مدرس لغة. ولكن بيب، اليوم يومنا، خلص في الوضع تعبان. ما ادري علي لون كيف ادفع. ولا كان بس عطية من الحكومة، اظني كان عطية من الحكومة لأنه ما حاسبين عليه. بس شوفوا عدد الكلاسات اللي فتحت. ان شاء الله 7:30 بيخلص اليوم، اظني كان 7:30، هاي 7:30 تقريبا. ان شاء الله ما نفلس، قولوا امين. Your current and money and you had to close down. فلسنا وسكرت المدرسة. لكن عرفت انا الخطأ كان بس فخذت كمية الطلاب. وايد صرفت بعد انا على شو اسمه قبل لا اخلص المهمات. فمو مشكلة، حصل خير ان شاء الله. شوفوا اذا تبون السلسلة هذه منها بالمزيد انا بوقف هاي هني. فلسنا خلاص. اذا تبون منها زيادة اكتبوا تحت في الكومنت، خلينا نشوف شو تبون انتم بالضبط. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.